ايمن مزين، مساء النور يا ابو كباب. حبيبي يا كابتن، مساء النور. اهلا وسهلا، شرف ليا وجودي مع حضرتك. الله يخليك، وحشتنا والله جدا. والله حضرتك اكتر، وحشتنا نشوفك في الملاعب ان شاء الله باذن الله قريب. انت اخر طله كانت في طنطا اعتقد، طنطا والسويس الفتره الاخيره دي. حاليا انت في السويس؟ لا لا لا، اشتغلت معاهم نص الموسم بس واعتذرت. نص الموسم. انت طلعت كام فرقه دوري ممتاز؟ اربع فرق اللي هم بيراميدز والرجاء وال بيراميدز اللي هو الاسيوطي. اسيوطي كان اسيوطي والرجاء وطنطا والشرقيه، دول الاربعه دول. ما شاء الله ما شاء الله. بس يعني واضح ان هم اعتبروا كابتن ايمن ده دكتور القسم الثاني، يعني لانه تصعيد اربع فرق دي مساله مش سهله. صبع. لكن انت اشتغلت في الدوري الممتاز. اشتغلت مع طنطا الدور الاول كله ويعني ما حصلش اتفاق في الدور الثاني وسبت الفرقه. انا عارف كده. ايهما امتع في التدريب بصراحه؟ بتجد نفسك اكتر الدوري الممتاز طبعا. الدوري الممتاز طبعا اكتر طبعا. الشغل في الدوري الممتاز كمان اسهل من الممتاز. اسهل كتير والله. وانت يا دكتور جمال اشتغلت مدير فني برضه فتره دوري ممتاز؟ اشتغلت دوري ممتاز واشتغلت منتخب مصر. مع مين دوري ممتاز؟ اسمنت اسيوط وبترول اسيوط. وهم في الدوري الممتاز؟ انا صعدت باسمنت اسيوط من القسم الرابع لغايه الدوري الممتاز. اوكي. واستمريت مع الفريق في الدوري الممتاز موسم 2005 2006 2006 2007. واشتغلت في 2010 مع بترول اسيوط في الدوري الممتاز. واشتغلت مع منتخب مصر مواليد 2009 اللي هو الجيل بتاع صلاح محسن واحمد حمدي والمجموعه اللي بيلعبوا دلوقتي وفتوح، المجموعه دول ومحمود مرعي. منتخب 98 طبعا. القسم الثاني والثالث كتير قوي يعني. المقاصه اشتغلت مع المقاصه ومع الكروم ومع دمياط ومع سوهاج. وعدد كبير من القسم الثاني. في القسم الثاني يعني اشتغلت قسم ثاني واشتغلت القسم الدوري الممتاز. هايل كده الحمد لله. واعتقد وبعدين اشتغلت بقى في العمل الاداري في اتحاد الكوره لغايه والتحكيم برضه. حكمت في مصر وحكمت في امريكا ودربت تحكيم. تحكيم، حكمت دوري ممتاز. لا والله. حكمت دوري ممتاز. حكمت الدوري الممتاز، اعتزلت في 93، كنت بدرس دكتوراه في امريكا ورجعت. بعد ما رجعت حصل خلاف بيني وبين لجنه الحكام على ترشيحي في القائمه الدوليه ايام الله يرحمه الحاج مصطفى كامل محمود. كابتن حسين فهمي وكابتن احمد جمال وكابتن مصطفى البطران. فما ترشحتش، رحت اعتزلت وتفرغت للتدريب. تدريب كم سنه حكمت؟ حكمت حضرتك من حكم مبتدئ لغايه مبتدئ لغايه الدوري الممتاز. وحكمت في امريكا. وحكمت في امريكا. حكمت ودربت في امريكا في التدريب. دكتور طبعا في التربيه الرياضيه. طبعا استاذ اداره رياضيه وعميد كليه التربيه الرياضيه حاليا. حاليا الدوره الثالثه ليا يعني اللي هي دلوقتي سبع سنوات عميد. عميد تربيه رياضيه في اسيوط لمده سبع سنوات. جميل، شيء جميل جدا.